يا مساء الخير والعافية على كل متابعي قناة طليعة الفضائية، ورمضان الخير والمحبة والسلام على كل العراقيين، وحلقة جديدة من برنامج كورونيات. مساء الخير عليك دكتور، ورمضان مبارك عليك. مساء الخيرات أستاذ سمير المقدم المبدع الجميل. شكرا حبيبي. وسلام الجميع إلى كافة الأخوة المشاهدين وأصدقاء المشاهدين وكافة المبدعين المشاركين في هذا البرنامج. أكيد البرنامج حلو، ده يصعد الليفل مالته. أيضا مشاهدين الكرام، المتسابقين بدأوا يبدعون، بدأوا يتعلمون الكوميديا، بدأوا يطلعون من هذا النمط أنه يعني السكتشات مالتهم مخربطة، بدأ شوية تستعدلهم. أساساً نتسى أنه هم هواة، لا يتعلمون، لكن أكو تغيير ده يصير. شوف هذا الشيء الجميل، انه اكو تغيير ده يصير، اكو تطور بالاداء بالفكره، ظهورهم بالشاشه بالضبط. انتقادك لهم ده يقوي قلبهم ان شاء الله. بالتالي الموفقيه لجميع المشتركين في برنامج كورونيات. مشاهدين الكرام، ما اريد نطول عليكم، خلينا نروح نشوف اول مشهد وراجع لكم. يا غزال يا غزال، العشق حلال دوبتني دوب وخليتني خيال، فينك يا بهية فينك؟ هنيدي بينده عليك يا بهية، يلعن ابو الكورونا على اللي قبل كورونا. هلا هلا يا هريدي، هلا هلا. بص يا عتريس، مريح على الاخر ولا كل شيء حاصل. صدقت يا شندويلي، هنيدي مريح على الاخر. قرا ايه؟ قرا ايه يا عتريس؟ قرا ايه يا شندويلي؟ خمسة وخميسة في عين اللي ما يصلي على النبي. اللهم صل على النبي. انت بتتعمد ولا بتستعبط ولا ايه؟ اقسم بربنا الاثنين، الاثنين اقسم بربنا. بقول لكم ايه، انا دماغي بتلف ونفسيتي زي الهباب، اركزوا كده وبلاش تكتروا في الكلام. يا عم جاتك داهية، انت مش عارف البلوى اللي يومين دول بالبلد؟ لا يا شندوي لا، اصلا عارف كل حاجة بس بده يستعبط علينا. ايوه عارف يا عتريس الكلب. ايه؟ عارف عارف يا شندويلي، دي الكورونا ها؟ طز فيك، طز في الكورونا وطز فيك كمان. انا مش هفضل في البيت ابدا، انا مش هفضل في البيت. الظاهر انك مش ناوي تجيب هالبر وتخليك في بيتك وتسمع الكلام. اسلم لك واسلم لاهلك. سيبه يا شندويلي سيبه، وطز فيك يا هريدي. ايوه يا عتريس طز فيك يا هريدي، يلا يلا. ايه ايه طز فيا. يا شباب كارثة طبعا. فائز وعلي الكوسوفي، ويعني حلو حبينا، حلو بداية حلوة. فائز وعلاوي وصالح علي الكوسوفي جميل جدا، بالرغم من اني طبعا دائما ما اشجع انه واحد يحكي باللغة الثانية، لكن هم جابوها يردوا يجذبون نظرنا. فعلا قدروا كأداء متمكن، ثلاثة توم متمكن، وخاصة شندويلي يعني علي كوسوفي ولد ممثل فنان، وثلاثة توم اعتقد في يوم من الايام راح يكون لهم فد مكانه في مجال الكوميدي. بالتالي تحياتنا لهم، ومبدعين عن جد يعني حبيتهم. بس زين انهم تقنوها المصريه اي تقنوها، بس ذولاك مبين يعني يا هو تقصد يعني ثلاثه توم مبين عراقيين، بس قدروا يجذبونه يعني. يعني هذا اكثر اقوى، فائز لو علي كوسوفي اعتقد الولد الاول اسمه فائز، مو فائز اي فائز، قدر يجرنا والحمد لله كلهم حلوين كانوا. إذن بداية موفقة مشاهدين الكرام، وبالتالي أنا كلش أفرح من أشوف المشاهد ده تظهر بشاشة الطليعة ويضحك الدكتور كريم خنجر. يعني إذا أقول أوكي المشهد، أنت ليش دائما لا مو الأستاذ سمير، لا أشوفك تضحك. لا أضحك يعني من حالي حالي، أنا من صعوبة أضحك، لكن ما يضحكني قد يكون ما يضحكك يعني. أنا ضحكت يعني، يعني محتمل يعني أوكي عجبني، فليش إلا أنا يعني أكون أفضل منه بهواي. بالتالي إحنا ما نتحيز لأي أبداً تسابق أبداً أبداً، بس شفنا إنه علي كوسوفي وفائز جذبوا الأنظار وضحكونا من نعم. كل قلبنا، ربي يوفقكم. خلينا نشوف مشهد آخر وراجع لكم. اهو هذا من جاي من الصبيح؟ كافي كافي، جيت جيت كسرت الباب. جيت هاي من انت؟ وليش كسرت الباب؟ انا صديقك علاوي. صديقك علاوي؟ ليش هيك ملثم؟
كورونا وصلت للعراق. انت وين نايم يابا؟ لك من زمان جدي طبت سيارة كورونا العراق، انت وين نايم؟ من جد طار السيارة اصلا، انا احكي مرض كورونا. لا اذا ما مرض كورونا ليش ما تلبس كمامة؟ انت ما تدري؟ لا. الكمامة الوحدة صارت ب 7000 دينار. شوف حتى نسيت اقول لك تفضل، تفضل معاي لا ضروري بشارة تفضل. لا راح ما ضادك الظاهر، راح اقول لاهلي لا يصير بهم مرض كورونا. يلا براحتك. الله يا حبيب الله. والله يلا ايش في ناس كل شيء صدق. اجاك مو طلع عندي علاج من مرض كورونا. اها. ما تلقى علاج روحك يوم يا فراشك ناقة. يعني ما صدق بيها؟ بعدين نشوف. طبعا ما صدق، روح روح روح. يا اخوي علاء شلونك؟ شو اخبارك؟ والله يا اخوي انا كلش خايف منه. يا معود الاعمار بيد الله، قول يلا. والنعم بالله، بس انا لقيت علاج اريد اخذ رايك. بس كن ما حد يسمعنا، تعال خلنا اشاورك باذنك. لا 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 ما توقعتها منك حبيبي صديق كذيب، يعني تشرب هذا السم وتعتبر علاج بعد ما صار عقلك حبيبي. بس يقول انه هو هذا العلاج الوحيد. يا معود هاي لعبه يبدون يبيعونها عليك. انا جيت وعندي علاج المعكرونه. وين العلاج حبيبي؟ انا اشتري. تدلل بايش قد تدفع؟ ما يخالف اعطيك 25 ألف. يلا اعطيني واعطيك العلاج، بس ها بعد ما تراجعي. اي حبيبي تدلل. هاك ال 25. هاك الدواء، الله يشافيك. يا معود علاج كورونا شنو يا اخوي يعني تذاب؟ شو علاج كورونا؟ اشو تضحك؟ دروح جيب فلوس من اخر دروح. مو اتفق وياك ما ترجع العلاج. بس انا رديت علاج مو بس كلمة علاج كورونا. زين شوف الوجه الثاني شنو مكتوب؟ هذا كاتب طريقة استخدام العلاج، نبقحها واشرب مايها. يا اهل عمو الطفل برافو عليه، انا عزيز الطفل اكثر شيء يعني يحب المعكرونه بحيث انه تشلبت بلسانه المعكرونه، وبالتالي نتمنى لهم موفقين. رايك دكتور؟ شوف استاذ سمير، دائما الكوميديا يجب تكون نهايتها نكته مفاجئة، انه يعني لازم يعني احنا وجاهم صح موطنه مفاجئه بالاخير حلو فعلا، يعني رغم انه مكتوب يقول من قبل لك استخدموها صح نقعها وشرب ميها. حلو. انطانا بالاخير شنو الورقه اللي هي جابها، يعني خلانا وبعدين نبهنا انه اكو هسه ايضا قد راح تبرز بمجتمعنا دجل ونصابين في هذا المجال على انه هذا يحميكم من كورونا، هذا يحميكم من كذا، يحميك. بدايته كان تلفظهم وطريقه ادائهم سريعه جدا. يا ريت تكون على كيفهم. احس الكورونا كورونا حبيتها من عندك. حلو مشتغلين الكوميديا على اصولها انه طونا مفاجاه بخير المشهد. تمام بالتالي موفقيه للجميع. خلينا نشوف مشاهدينا الكرام مشهد اخر وراجع لكم. شلونك؟ شو اخبارك؟ يا بعد قربي اقول لك جتنا هاي كرانينيا ما ادري شو يسموها. اي عاد قلت علاج؟ اي بالله قولي لي شنو؟ ها خيه؟ اي عندي عندي يعني فورا بطيل الجهال يشربون منه موش؟ وش عاد يحسك مال المرض؟ اي افتهمت عليك افتهمت. اي الله يرحم والديك سلمينا على الفروخ. اخيرا اكتشفت ام جبار علاج الكهرباء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. اي والله يمكن هو هذا العلاج. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي يما صباح الخير. صباح الخير يا بعد حيلي يا يما. صباح الخير يما. انا غيرك لان انا كلش جوعان. يما يا علاج يا بطيخ ريد نتريق والله جوعانين. يلا يما انا كلش جوعان. يما هذا علاج كهرباء خاطر عند متنا علي تعالي شربه ما ينمر. يما يا كهرباء قصدي كورونا. واخيرا امكم اكتشفت علاج كهرباء تعالوا. تفضل يا بعد حالك اشرب. اوو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 و
ابو يا شباب خير ماكو شيء. لا ماكو شيء. ها شباب وش رديت؟ والله ما عجب مني. ولك ايش بيك وياه؟ شنو تدينا يشرب؟ هذا علاج ديتون يشربون على مرض كاروبا. ولك عقلك اليوم بيشي؟ من علمك على هاي السبالف؟ هاي ام جبار الخياطه خبرتنا وقالت له هذا علاج عن الكاروكا عن الكاروبا شو اسمه الكارونه. قلت يا اخي قابل دكتوره. حلو 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 طبعا كلش مهتمين على الطفل، الطفل اقوى. لا ادائهم حلو، ادائهم حلو، فكره حلوه والرساله جميله جدا. رساله الان وتشتغل في الوضع الان فعلا اكو بيوم يعني بدايه الكورونا بخور وهالامور هذا يعني بدأوا الناس تصدق يعني. بس الولد هذا حلو الاشاره وفكره حلوه حلوه للمواطن عاشت ايديهم. عجبونا بالتالي مشهد حلو، بس اني اكثر شيء عجبني الطفل الحرك وحسيتهم يتعكزون عليه اكثر صح؟ اما اداهم جيد ما مثل المره انا اذا اصل ضدهم بس اداهم حلو اداهم حلو ايضا الفكره قدموها حلوه بس عكستوا على الطفل يعني حاولوا لا تحكزون على الطفل. يكفي ان الولد يمثل شخصيه المراه وجابها طبعا اكيد وطاها حتى الصوت يعني صعب طاها سخريه حلوه جميله. نعم بالتالي مشاهدينا الكرام نشوف مشهد اخر راجع لكم. شنو هذا الجوع من ورا كورونا؟ لا نطلع لا نمشي. يا صقر ضوج راح اقبل بابا شويه بوي قبل لا تطلعين. شوف الاخبار شكو ماكو كورونا، وين راحت؟ وين مشت؟ اكو بعد بوك وين كمان مطيتيها؟ اش مالت الجيران خليت واحد اي تماما بس هي مش فيها بس تصفى اظل بيها كارل. لا تلك ولاد الارتا خليك بالبيت خليك بالبيت. هاي بالبداية الكل وصوا الاطفال قالوا لهم لما تلبسون كمامة لا تبدلوها ويا اصدقائهم لان تدري هاي عندهم الهوس انه يشوف كمامة صديقه احلى ففكره حلوه وصلوها. نعم لا حلوه كلش خاصه الان بدوا يستخدمون الطفل. شوف الطفل الان طفل مفروض يسمي مكرونيات اطفال كوميدي يعني اطفال حلوين دي يقعدون بصراحه حلوين. حلوين بالتالي موفقيه للجميع. يلا خل نروح بسرعه نشوف مشهد اخر. نقول للكاب هاي الحجر بالبيت ابقوا بالبيت لا حد يطلع لا حد يطلع لا حد يطلع والله تعال وين وين طالع روح والله ترينا عمي ايش ابن انت منا تخافون من كورونا ما تخافون منها ظلوا حولوا نسوانكم غسلوا ماعين غسلوا جدوره حلو هذا محمد البشوش كارثة لطيف كلش لطيف بس الولد شخط وجهه وراسه بالجلافة ايه سخرية حلو هاي حلوة بس الولد شنو ذنبه خطير ايه هاي مفاجئة محمد البشوش طبعا تحياتنا له يعني نكتة هو الولد نكتة دكتور حلو وايضا يعني افكاره حلوة جديدة ما مطروقة اول شوف حتى الدشير باليوتيوبات بالتعليقات انه الرجل قام يشتغل بالبيت ويساعد وشو يعني اذا ساعد المراه مرت شكو بيها لا لا ما بين شيء الا في بس دكتور كريم ما راح يساعد ابد بالبيت لا لا بالكتابات والقراءه بالعكس مساعده جميله للمراه يعني مو للشرط بكورونا اللي بكورونا يلا يلا يساعد لا لا هو المفروض باي وقت يعني شكو يعني مثل جنابك انت 24 ساعه انا احب المطبخ الله يا ريت يقال المطبخ انت تشيل يعني مال اي اي يعني احب الطبخ واحب والسمن هذا ما اجى من فراغ بالمناسبه عندنا برنامج مال شيف راقي جدا شيفكم حلو كل حلو اعلان جميل من دكتور غير مقصوده تابعوه ساعه بالخمسه الحكي اذا المشاهدين الكرام من محمد البشوش راح نشوف مشترك اخر راجع لكم. زمان تعال يا حضرات كل اكلات ايش بيك انت؟ صحيح الحضر تعبانه هواي. رعد تعال دخل. السلام عليكم. عليكم شلونك؟ والله ما شرب نارجين. اي بعد عمك من هي سبيل يا اليوم يا اليوم اخذ له نفس. بعد ابوك تشينا الاجتماعات مو كورونا منع التجوال. وي هو النرجيله هم يقولون الاطباء والناس تقول الدخان هو يقتل الكورونا. لا بعد ابوك هو هذا الدخان ياثر على الريه. بعد ابوك شلون هالتجمعات مالتكم والتدخين؟ ان شاء الله بعد ما ندخن ما بعد ماكو اجتماعات بعد ابوك طفوا النرجيله وقعدوا في بيوتكم. ان شاء الله ان شاء الله اعذرنا عم اعذرنا. يلا بعد ابوك طشوا حلوين
طبعا حلوين دول الشباب انه وين كوميديا ماكو بس كوميديا بس انا اقول لك بس انطوا ايش رساله النارقي يعني ما اعرف شو الشباب كلهم يدخنون ما اعرف يعني هواي تجينا فيديوهات عندنا هواي على رقي وانا اشوف هواي الشباب ما يدخنون يعني صح لان احنا عندنا شباب جدا واعي بعدين التدخين هو هذا مو زين ما النرجيله اساسا ترى غلط يعني ورساله مهمه وعاشديهم للشباب اي انت حكينا عنه وياك لما كان ظاهر المشهد بالشاشه قلنا انا والدكتور انه اكثر الفيديوهات اللي تجينا ارجيله ارجيله طيب شنو معقوله كل الشباب العالم او العراقي يدخلون ارجيله زين واللي يخاف من اهله وين يدخنها غير بالسره شو تطلع اياها بالشاشه وبعدين اربعتهم من ارجيله واحده اي هوايه يعني عاد سووا اربع ارجيله تحياتنا للشباب ونتمنى تتوفقون اكثر بالمشاهد اللي جايه مشاهدين كرام روح شوف متسابقين اكثر ومشاهد اكثر خليكم يعني يا ابو وليد والنعم جينا نخطب الشيخ ابو زنبور ولا يهون والنعم والله نخطب لابن علي يا هلا ولد مرتب وعيونه خضر ودارس بامريكا يا هلا وفاهم اي نعم وريت بيتكم شو تقول يا شيخ ابو زنبور والله يا بنت ابو وليد اي ابو وليد شو تقول يا ابو وليد نعم تسلم 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 ابو زنبور شيخ ابو زنبور شو تقول يا ابو يا اخوان انا ما عندي مانع وانت اخوني تسلم ما دام الشيخ يمني الله يرحمه عمي انا راضي اي هو على الولد هو ابنه مرتب دارس لكن الشغله شنو شويه بعيده البيت نجيبها حاضرين احنا بنتنا راح تدرس وين الطب بالصين مدينة يوهان يوهان كورونا كورونا يا ابو يا مريض حلوة حلو فكرة حلوة الرجال جاي قافل عليها ولدي تزوج بطلع الطبية بالصين وبوهان قطعية بالتالي موفق يا الشباب بس شو نقول بخليكم بالبيت لا والله حلو حلوين يعني هو الطبية وهذا ما تكون الدرجة العلمية مكان بس بالمكان الموضوع لا طيب انت شو تنصحهم بالكوميديا هنا يعني الشباب المبالغه اللي راد يوصلوا لها المبالغه اكو مبالغات ومفارقات واكو هواي مجال بالكوميديا هنا المبالغه استغلوها صح صح نوبات مبالغه تصير بين قصير تلقى مثلا زوجته كلش قصيره هو كلش طويل تصير مبالغه او مفارقه بس الكبار بالعمر حسيتهم عفويين دي عفويين جدا والعفويه مطلوبه باع استاذ سمير اكو الدربه في الفن مصطلح الدربة في الفن نعم الدربة هذا يعني خلينا نوضح الدربة على مود الناس أي يعني الدربة هو هذا مصطلح مهم في الفن التمثيل بشكل عام نعم. الدربة هو انه تسوي تمارين صح انت موهوب عندك موهبة لكن هاي الموهبة اذا ما تتمرن بيها ما تتمرن ما ممكن تصير وهم ما عندهم بروفات اصلا بالضبط اجى قاعد مثل انتهى وانا شلت بالفيديوهات السابقة كل شيء يجب ان يوثق هنا دربة تروح تشوف تقرأ شلون الممثل يشتغل شلون صوته شلون جسده لأن هذين كل المهمات للممثل وخاصة الممثل الكوميدي عدة جسد جدا مهم الجسد هنا مهم في خاصة في الكوميدي يعني أتذكر من برنامج كوميدي يعني اللجنة تحياتنا لهم من عامر ربيع حسان دعدوش محمد حسين عبد الرحيم وأيضا دكتور كريم خنجر كانوا يقولون الممثل إذا قعد ضيع كل شيء القعدة تضيع رياكشناته حركة جسمه كذا الجسد إلى كلش مهم بيتر بروك يعطي أهمية كبيرة للجسد والصوت يقول هم معبرين عن الممثلين هذين أدواته إذا ما يتمرن ما يتمرن ما تصير العملية تمام يعني. دكتور بقى عندنا مشهد أخير نشوفه وراها نجي نقيم إن شاء الله أوكي مشاهدين كرام روح نشوف آخر مشهد وراجع لكم والله تعبت خلط له اشوف العالم شكو ماكو اوي يا ضاوي رايح بويا والله اختنديت رايح البيت عمي بويا خليك بالبيت وصير حباب لا يصير بك هذا المرض لا سامح الله اقعد بالبيت يا ابوي بويا بس انا تعرف شنو علاقه حضره التجوال بهذا المرض حبيبي تعال قاعد هنا خلي احكي اوكي يابا هاي قاعد تفضل سولف بوي اذا اكو نار مشتعله
وما نخلي لها شيء قابل للاشتعال، ايش راح يصير لها؟ بابا اكيد راح تنطفي. المرض هم هيك يا ابوي، اذا ما يدخل بجسم الانسان راح يموت يا بعد قلبه يا ابوي. اشكرك بابا، ايش تهمت؟ اي عافيه وليدي، ما واسيك قاعد بغرفتك، مو تقضيها تلعب طوبجي. تهمت لو لا؟ ماشي تدل. معلومه كتاب من النت، شوف لك معلومه من اليوتيوب. تدل. مو تلعب طوبجي. ماشي ماشي ماشي. الاخبار كل شيء ما استعملنا منها، قال الاخبار ورد الاخبار كل شيء ما استعملنا، انا محسن. والله كل شيء ما مستهمين منها، قال البرلماني ورد البرلماني وكل شيء ماكو. يا الله. ابوي نايم، خل اطفر. رايح اطلع بس مو تقول لابوي حتى من نرجع اعطيك الف ماشي؟ واذا ما طلعتني راشا راشا اعطيك روح روح روح. شو عيني ما تاخذني امي ربك اروح اجي الحديقه هواي اشرف لي وين راحت المشمره؟ مو قلت ما اطلع شدك طالع اطلع دشم هوا تعال تريد تشتم هوا مو تريد تشتم هوا مو اخ يا ابو يا خايني زرقوني بسوبي تو بعد اذا اطلع من البيت ولا غسيل عيني هسه لو ما طلع ما احسن من هيك وانا ايش ما ادري انا راح يشوفني ما تقول لي يلا حبيبي تكبر وتنساها حتى لا يصير بيكم مثل مرتضى خليكم بالبيت خليكم بالبيت خليكم بالبيت اوكي لان ما شفنا اي كوميديا بهالمشهد طبعا كانت بالبدايه قلت بدايه موفقه يعني كوسوفي وفائز ضحكنا فيديوهات شويه اوكي بس المشهد الاخير فيلم هذا مو دقيقتين ونص يعني هي رساله للشباب يعني هو المشهد لا تخليه غير منطقة يشتغل حلو لا لا تمثيل ما في كوميديا اصلا لكن ضمن البرنامج احنا ليش ردنا نقول يدخل المشهد بكوميديا احنا ردنا ان الكوميديا نقلل من قيمتها لكن نكون وقاية عندنا عالية صح والبرنامج توجيهي حلو لكن ردنا ضمن الكوميديا يجب ان يكون في كوميديا شباب لما تشتغلون يعني خاصة نهاية المشهد خلوا بكوميديا هذا ممكن يصير كوميدي ممكن يصير كوميدي شو علمهم دكتور يعني مكان ما لما يطفر مثلا وطفر انبسط صح انبسط يرجع للفراش يقول له ها تريد يقول لا ابو ما اريد بعد يا بدي اقوم لا والله ما اريد يجي ابو منك لازم العود ها تريد لا والله بابا ما اريد هاي يعني يقدر يتحول اكو تحوير بيه هواي تحوير بتوب لكن ايضا نشد على يديكم وبارك اكثر مشهد عجبك بالمشاهد اليوم اللي عرضت مشاهد كلها جميله لكن بس الاخير لا اي على الاخير انا يوم قفلت على الاخير الاخير لا حاول اكو موهبه تمثيل تمام اكو بس حاولوا انه يعني مو قلنا لكم خلص هذا المشهد ما حلو راح تركون الفن والكوميديا لا بالعكس طور من نفسك والانتقاد شيء حلو اذا يعني ما راح ننتقدك ما راح تنجح مو صحيح سمير اكو بالمناسبه اليوم مدير القناه دكتور حيدر نعم كان لما قعدنا يا توجيه حلو كلش فعلا انه الشباب ذولا لازم راح اسوي لهم دراسه بعد هو محبه للبرنامج اي بعد هذا تعيدنا للدكتور طبعا اسمحوا لي هذا السر المذيعه يعني عرفت الدكتور انا مش حابب اقول اساس يلا بعد يعني ورا ان شاء الله بعد ما تنتهي هاي الفتره من رمضان نعم. اكو دراسه راح شلون الشباب ذولا المشاركين شلون يرتعاهم قناة الطلعة يعني يا أما تعالى. برنامج نسوي لهم طريقة سكتشات ورشة يا أما ورش ورش نعم. فبالتالي ما راح نعوفكم كل المشتركين بس راح نختار الأقوى الأقوى يعني عنده عضلات تمام بالتالي شكرا لك دكتور شكرا جزيلا نورتنا وأيضا أحب أشكر
بالسي جي أرشد وأيضا بالبث حسن العربي وخلف الكاميرات محمد المالكي وحسين، وأيضا تحياتنا للدكتور كريم خنجر وعمار رباعي اللي فكرة وأيضا إعداد كورونيات، وتحياتي للمخرج أحمد الإبراهيمي. مشاهدين كرام تظهرونا باكر وإن شاء الله يا ربي حتكون الضحكات أقوى من هاي الحلقة. إلى اللقاء.